شلونكم أعزائي؟ أحوالكم؟ مشتاقة لكم كلش هواية. كنت بنقاش مع أصدقاء عرب عراقيين على نقاش اللي يصير إنه إذا واحد يغتصب امرأة شنو هو المفروض يصير به؟ هل الحكومة أو القضاء يعطيه فرصة أن يتزوجها؟ وهيك يستر على عرضها وكل شيء ينحل، أم يعاقب. وكثير من الناس اللي كنت بنقاش معهم يقولون لازم واحد يعطيها المجال انه تتزوج وتستر على نفسها وخلاص. واتذكر لما كنت صغيرة صارت قضية اغتصاب بمنطقة جيران منطقة أصدقائنا، والصديق راح اتدخل، هو صديق رجال كبير يعني صديق ابويا، كان راح اتدخل وسوى هذا وقنع المرأة واهلها انه تتزوج مغتصبها. اوكي، وكان كلش فخور بنفسه وانه شلون ستر عليها وهالاشياء. اريد اعلق على هل التفكير، وهل ال هالتفكير أريد أعلق عليه. الاغتصاب هو جريمة، جريمة. اللي يغتصب اللي هو امرأة أو رجل اللي يغتصب، هذا يعني مثل واحد يضربه أو يجرحه بالسكاكين. الاغتصاب هو جرح الروح بالسكاكين. ما يقدر واحد يثبت انه هذا جرح للروح بالسكاكين، لانه واحد اذا اغتصب، اذا واحد ضربكم ضربني جسديا، في جوز عوالم على الضرب او في عوالم على السكاكين او هالاشياء، بس الروح ما بيها عوالم. الاغتصاب جريمة، جريمة. وما حد يعطي للمجرم اللي قتل واحد او جرحه او قص رجليه او قص ايده او اي شيء، اللي ما حد ينطي للضحيه ممكن انت تقبل تتزوج هذا اللي قصك او ضربك وقتلك، ممكن تتزوج على مود تستر على عارك وعلى عار العائله. ماكو هيك تفكير. لما الرجل يصير به هيجي ما حد يفكر، لا يريدون انتقام، لازم واحد يعاقب، لازم يروح بالسجن وهكذا. ليش؟ لأن المرأة تصير بها هيك. والاغتصاب وليس بس على المرأة، الاغتصاب على الرجل والمرأة وكل الجندرات اللي بالوسط. أوكي، مو بس على المرأة، بس أغلبية الاغتصاب يصير على المرأة. ليش؟ لما يجي على المرأة، لأن إحنا خالين قيمة المرأة كلها في عذريتها واللي ما لها علاقة. ليش لازم نقول لا خل تستر على شرفها ونخلي الأب عليها وعلى أهلها وليس على المجرم اللي اغتصبها؟ الاغتصاب إجرام، واللي يغتصب، وسألوا إذا تعرفون أحد مغتصب من حواليكم، أنا أقدر أقولكم كأني أحد اغتصبني أحد. الروح تطلع من الجسد، الروح لما واحد يلمسك باغتصاب الروح تطلع من الجسد. التراما يصير حالة نفسية سنين سنين، ما أقدر أحد ولا يلزمني بالأظفر سنين، لا مرأة ولا رجل ولا أي شيء، ما حد يلمسني. هل قد تعقدت من وخفت من أي لمسة؟ أوكي، ورحت دكاترة، دكاترة نفسانيين سنين 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 سنين، يلا طل يلا حسيت بشوية أمان إنه أثق بالناس اللي حواليا. أوكي، مرة كان صديق بدنا نعبر الشارع وعبرت على الخط الأحمر والضوء الأحمر، هو لزمني قال لا 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 زينب بس هيك لزمة بريئة، وأني قطت عليه قلت له ما تقدر تلزمني ولا أشياء، لأنه أني كنت أخاف من أي أحد يلزمني. أوكي، هذا الاغتصاب، هذا جزء من أعطيكم شوية شكل بسيط عن ما معنى الاغتصاب. فلما الناس يقولون باسم الشرف وباسم العار وباسم المدري شنو خلينا نستر عليها وخليها تتزوج، انتو هي تتزوج المجرم
ومعناتها هذا مو بس رح يغتصبها مرة، رح يغتصبها كل مرة يلمسها بغض النظر إذا هو قانونيا أو شرعيا أنه زوجها. بغض النظر، الزوج ممكن يغتصب زوجته، أوكي؟ الزوج ممكن أن يغتصب زوجته. شنو معنى الاغتصاب؟ هو أي أحد يفرض نفسه جنسيا على الشخص الثاني بدون رغبة وبدون موافقة الشخص الثاني، حتى لو هذا الشخص الثاني كان متزوج متزوجة إلى الشخص الأول، أوكي؟ ما بيريد، نقطة. ماكو بس لا حلال عليه، يصير إذا تزوج يقدر يسوي أي شيء بمرته، لا إذا هو حبها وش نسوي، ما يسيطر على نفسه. هذا كله تفكير كله رجلي وذكوري، بس من منطق ذكوري وليس من منطق إنساني. الحياة، الأرض، الكون، الناس ما مخلوقين لأجل الرجل، أوكي؟ إحنا ما مخلوقين لأجل رضاء الرجل ورضاء شهواته الجنسية. الحياة، النساء، الجندرات، الحيوانات، الأرض، كلها مخلوقين مشان نكون متساويين ونحترم ونحب واحد الثاني ونقدر واحد الثاني. كلش هذا تعرفون هذا الموضوع كلش قريب عن قلبي، وكل أقدر أقوله خطأ بخطأ بخطأ. إذا أي أحد يطلب من أي وحدة مغتصبة أن تقبل بهذا اللي اغتصبها كزوج، أو إذا هي متزوجة وزوجها مغتصب، اطلعي وأهربي، فهذا مجرم. الاغتصاب جريمة، نقطة. ما بي المجرم يروح السجن على إجرامه، بيريد، نقطة. ما بها حكي وتفاصيل وثاني. وإلى أن يوعى المجتمع أن هذا معنى الاغتصاب، وإلى أن يوعى الذكور اللي يفكرون أنه خلي يصير على أعارها بدل ما أنه هذا هو سوى خطأ وهو سوى مجرم، ما رح يكون عندنا معادلة ومساواة ولا مجتمع صحي. وهذا أهم شيء، مجتمع صحي. المجتمع الصحي يأتي لما كليتنا نحترم واحد الثاني، وكليتنا نقدر احترام مو بس أجسام الثانيين، مو بس المحتاجين الثانيين مشاعر، بس احترام أي رغبات الثانيين. وكل حبي لكم كله دائماً.